الضربات الأمريكية تكشف العورة السياسية، أنهم لا يجيدون الدبلوماسية ويتسابقون في انتهاك السيادة العراقية، لغتهم حروفها عدم المفهومية. الكاظمي يزور عمري الولاءات لتدارك نتائج أمريكية الضربات. لواشنطن لدينا زيارات لا تضيع استراتيجية الحوارات. لكردستان بأسلحتهم يحاربون، ولرضا طهران بهذا الفعل يطلبون، ولتقسيم العراق بقوة يسعون، ساء ما يفعلون. أبراج الطاقة الكهربائية أهداف الفاسدين والعمليات الإرهابية للعراق وشعبه، جالبين الأسى والأذية، أنها حرب ضد الإنسانية.